بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ولا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأ من المن وماؤها شفاء للعين. هذا الماء الكمأ يطلع وقت الربيع، 10 سنتيمات جو القاع، مثل البطاطا بس مو مثل البطاطا، متغير يعني شوي شكلها غريب، يعني تقريبا شكله قريب على البطاطا ولكن مو بطاطا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأ من المن وماؤها شفاء العين. والله عالجنا آلاف الناس الذين مصابين بالمرض الكمأ، وهذا الكمأ عرب العراق يسمونه تشمة، هذا هو شفاء للعين، يعالج العين قبل النوم، تخلي قطرة على عيون إن شاء الله نشوفكم كل شيء تدريجيا حتى تشوفون شنو ماء الشماء. هذا يسمونه الشماء، اللغة القريشية السعودية يقولون الكماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكماء من المن وماؤها شفاء للعين، هذا علاج العين. والله آلاف مئات عالجنا بفضل الله ومعجزة القرآن رب العالمين شفاهم بهذا الماء الكماء. وثانيا تخلي 3 مرات كحل على عيونك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اكتحل فليتر، انه يجل البصر ويمت الشعر ويقوى عضلات العين. هذا يسمونه الشماء، وقت الربيع يطلع جو القاع، 10 سنتيمات جو القاع، وهذا هو الشماء. خلينا نتكلم باللغه الكرديه. بسم الله الرحمن الرحيم، اخواتي تعالى خوش بيسان او دون بلانا كلب لجير زويد دتشيتن ده سنتيم لجير وقت بهاران دتشيتن تار سرابو نخوشی چاون به هزاران کوره بخواه تلا معلاج من که آیدو من لطایی کنه شوان پیش بونی قطره که گاده چاوی با ازنی خواه معجزه قرآنی چاک دبیت توا باشنی چهار سر بو چاو آیدو ملانا که پیغمبری خواهی ده فرموی الکمه او من المنی و ما اوها شفاء للعین اوش دو ملانا آوکی دی کلینی اوش لیونیو اک دبی اوندا دی کلینی که کلاندت هر که دکه که آوتی که دکل این جزام چکولاندت یکسر آبی که زوری که دکه مثلا چلونیو که اتو 5 کیلو آوتی که جوان بکل اینه حتی دبل قی وشی بلقا دی پارزنی با قماشه وشی پارزن نه قطره دکه یازه صورت فاعت عرض سا آوکی دخوین شوان یک قطره دکه یه چاوت یک قطره دکه یه چاوت شوان پیش نستن او چار سری چاوت سی زارش کل دکه چاوت سبينان إيوارا مغربا مسكو في مصاصم نفرمي تازة باسم في العربي نفرمي من اكتحل فليوتر الكحل الأثمد إن وجه البصر وين بتوشع كل تساوت عندهم بجان كان دريج دبي تساويش تان بقوة دبي أوش طبعا أوش آي دون بلان أو دون بلان دكتور آي دون بلان ويك في هذاش آي جزر دخوي روج ساعات إيش تمشي كسكاي دكتور ساعات إيش جد قرآني ما إذني خواي تساوت شاك دبي توه حتى دو مانگ بردارم دبی اگر چهار نبودی که چهار مانگ انشالله و نه بی زیادت دیگه که چهار زیادت دیگه که چهار سر دبتو دخوری و استور دبی دبی لیک قطره زیادت نه بی دیگه شام پیش بنوی آوش چهار سر بز نه بی اگر چهای که نه بی بگنی بی دبی بونی بکه اگر بونی نه وزه بی چهار که دبی نه سلازش دانی قطره که نه بی نه سلازش دانی اگر نه سلازش دانی نه آب قطره بگنی دبی و خواهی چهار احتمال کورم کاتن یان توشی حساسی گور که یان استور بی برام بونی که از تاج که اگر نزدیش آوا اما تاج که انشاالله ببی برام بر دین خلقی انشاالله و تعالا اگر اما جنم آن بقول خواه خلق لون دن سیم بعد سیم بخواه مکن آید دن بلال آواش باسی کی کرد باسی دن بلال ما کرد و تا سنت شپی غنبری صلی الله علیه و سلم با خواهی گورتان دست بیرین آدمی سلامی خواه تان بیاد زارش که با خدمتان گشت نوا از هر دنکه آها دست پیدا کری هیچی تسون حتى يصير صغار بإذن الله تعالى حتى يقدر يطلع هذا الماء الكماء هيك يسوون طبعا هيك يشوف صغار تسوون حتى يطلع ماء مالته وهذا يسمونه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكماء من المن وماء شفاءه حتى يطلع شيء صغار حتى يطلع أكثر الدهنيات مع الكماء فإن شاء الله المرحلة الثالثة تخلون على الماء الجدرية تشوفون بإذن الله تعالى قربا أو مرحلة دوم مرحلة كم سبيكرة مرحلة دوم كوسكوس ذكري كذا ذكري توا ها وخان ما برزانا تشارك ريان سبيك خافي رام سام بلاش طبعا إما تشارك إما خلك بلا بشرتك ده بيزور هو كريبوي باش بقوله إن شاء الله مرحلة سيم
قناغي سيم بيتام بشان دي بوي اوكساني بوخان شاكن اگر حز دو ملانيا كر چايون زعيب واخذ مكسيان بوان شاكن بيان دني خير شي عقبريا اوش قناغي دو مشالا قناغي سيم شتام بشان هذا المرحلة الثانية شوف شلون تقصون هيجي حتى يطلع ماء الكما بصورة سليمة وبعدين مرحلة ثالثة تشوفون إن شاء الله تعالى قربان قدسنا قناغي سيم إن شاء الله بها بيتان شان درين بإذن إخوائي قبرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا وعلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مرحلة ثالثة ماء الكماء، الكماء خلينا على جدرية تقريبا الله أعلم 10 كيلوات ماء خلينا، وهذا الماء الكماء كيلو ونصف طبعا. شوف حتى يغلي هذا الماء ماء الكماء، بعدين نصفيها بالقماش، هذا مرحلة ثانية، بعدين نخلي على القطرات ماء الكماء بإذن الله تعالى. هذا كيفية استعمال هذا ماء الكماء، شلون تصنع هذا الماء الكماء بإذن الله تعالى، نعلمكم إن شاء الله تعالى. قربان السلام إخواتنا في أبي دمبلانا في مرحلة سيمة قناغي سيمة زيادة دلة الأمام تكريت شلون يك أي دمبلان دمبلان عفوا شلون يك دمبلان بوش مرحلة سيمة بس أكيد ما دانا حتى جوان بكلة أو قناغي سيمة أوش بشلو أو دبي كمان كده شلون يك دمبلانا حتى جوان دكتور شكلا أو جا دای پارزنی با قماش شی پاشان من آب قطره دکه این شما پیش بنویل تساوی دکاتن اوش آوی دون بلان تا قناقی بسارم بخوای گورتان دست بیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هذا يفور، شوف بسم الله الرحمن الرحيم، شوف يفور هذا الماء، شو يصير؟ يصير شوي ابيض، تدل هذا الابيض فوقها ان شاء الله حتى يفور. طبعا وهروا دكولات متى بلغ دراتن هذا وش السبيان السري فريد ان شاء الله داش سالي لكيوا، بعدين حتى يبرد ساعة ساعتين ثلاث ساعات يبرد، بعدين تخليه على قطرة ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وعلى حبيبنا محمد.